السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين، إن شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جيتكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي هو عبارة عن أقوى امتحان مرشح لشهادة التعليم المتوسط في مادة التربية المدنية. نبدأ على بركة الله في حله. الوضعية الأولى، عرف المصطلحات التالية: الأحزاب، الديباجة، الصلح الاجتماعي، والسلطة التشريعية. دايما قلت لي التوعي في القسم اللي انتم اللي راكم تشاهدوا فيها المدنية، دايما فيها قائمة المصطلحات لازم عليك تحفظهم. قائمة المصطلحات هذوما ماشي بالضرورة الأستاذ يعطيهم لك في القسم، أنت اللي تروح تبحث عليهم، تقدر تخرجهم من صفحات الإنترنت، وإذا ما هيش متوفرة عندكم حتى أنه في الكتاب تاعي المراجعة الذهبية، روح مباشرة للصفحة 90 تلقى مصطلحات التربية المدنية. هذا فيما يخص قائمة المصطلحات اللي يقول ما عنديش. إذا نعرفوا كيفاش التعريف تاع المصطلحات التالية. عندنا السلطة التشريعية هي البرلمان بغرفته وتعمل على سن القوانين ومراقبة تنفيذها. الصلح الاجتماعي هو الحل الودي للخلافات والخصومات خارج أروقة القضاء. عندنا الحزب هو تنظيم سياسي يضم جماعة أفراد لهم نفس المبادئ والتوجيهات السياسية تسعى للوصول إلى السلطة بطريقة ديمقراطية. الديباجة هي مقدمة أو مدخل الدستور، تحتوي على تاريخ الجزائر البطولي وكفاحه وإشارات إلى المكونات الأساسية للشعب الجزائري. هنا بما يخص الحزب والديباجة أصلا طرقنا لهم في الدرس. الوضعية الثانية وش تقول؟ شوفوا الوضعية الثانية. عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة ازدياد ظاهرة لجوء العديد من الأجانب، لا سيما من الدول الإفريقية كالنيجر والدول العربية كسوريا. المطلوب عرف اللجوء، اذكر ثلاث أسباب وراء ظاهرة اللجوء، اقترح حلولا تراها مناسبة لمعالجة هذه الظاهرة. لاحظوا معايا مليح، هذا الموضوع اللي راه موجود امامكم، دائما احنا نبنوا المواضيع على حساب ما يديروهم في السنوات الماضيه. لاحظنا باللي المواضيع دائما تكون عباره عن ثقافه عامه، لذا تشوفوا الموضوع هذا اللي راه موجود امامكم ركزت على الثقافه العامه. عرف اللجوء، واش نقصدوا بكلمه اللجوء؟ هو الحماية التي تمنحها الدول للأجانب النازحين من بلدانهم قصرا لأسباب عديدة. كما كنت تشوفوا حنايا هادو الحراقة اللي راهو يروحوا منا، شكون اللي راه يتكفل فيهم في أوروبا؟ يروحوا إلى مراكز اللاجئين اللي تتكفل بهم المفوضية السامية للاجئين، يعني منظمة اللاجئين. الآن أعطيكم أسباب وراء ظاهرة اللجوء عديدة، نذكر منها: كاين اللي هربوا بسبب الحرب وغياب الأمن كيما سوريا وفلسطين، غياب الحقوق والحريات، التمييز العنصري، الآراء السياسية، يعني قمع الآراء السياسية. ثلاثة، قال لك أعطي لي الحلول اللي تشوفها عبارة عن حل لمعالجة ظاهرة اللجوء: الحل السلمي للخلافات والنزاعات القومية والإقليمية والدولية، تفعيل دور المنظمات العالمية، توفير الحقوق ودعم التنوع الثقافي وتشجيعه، محاربة الدكتاتورية وتجسيد الديمقراطية. هذه بعض الحلول اللي نقترحها. ننتقل الآن إلى الجزء الخاص بالاستنتاج أو التعليل. قال لك علل ما يلي: الحرب انتهاك لحقوق الإنسان،
يقول لك هذه كيفاش تفسرها؟ نعم، دوك تعرفوا الإجابة كيفها. الخدمة الوطنية مدرسة للرجال. الإجابة تكون على النحو التالي: الحرب انتهاك لحقوق الإنسان، تقصد بها أكيد الحرب تضيع وتغيب الحقوق الأساسية، منها الحق في الأمان والحق في الحياة، التعليم، الصحة. عندنا الخدمة الوطنية مدرسة الرجال، لأنها تعلم الشباب الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والتضحية من أجل الوطن. وشكم تلاحظوا على التفسيرات قريبة يعني إلى ثقافة عامة. جيد، الآن نروحوا الجزء الخاص بالوضعية الإدماجية. قال لك في حصة التربية المدنية احتدم النقاش بينك وبين زملائك حول أهمية الدستور وعلاقته بالمؤسسات الجمهورية، فطلب منكم الأستاذ إنجاز عمل فردي حول ذلك لاختيار أحسن موضوع ونشره في مجلة المدرسة. عندك السندات، إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب. أن الشعب الجزائري يبنى بهذا الدستور، مؤسسات أساسها المشاركة في تسيير الشؤون العامة. قال لك أكتب فقرة تتحدث فيها حول الموضوع. إذا ما هو موضوعي؟ من هنا نعرف باللي موضوعي هو أهمية الدستور وعلاقته بالمؤسسات الجمهورية. راح نتكلم على أهمية الدستور وعلى إذا الموضوع هو أهمية الدستور وعلاقات بالمؤسسات الجمهورية. تقدروا تديروا المقدمة تاعكم عبارة عن تعريف للدستور. بعدها تطرح إشكالية، ما هي العلاقة مع المؤسسات الجمهورية؟ العرض، تبدأ بالأهمية ومن بعد تروح للعلاقات. مهم دير تسلسل في الأفكار، وتقدر تذكر العلاقات وما تروح للأهمية. مهم يكون عندك تسلسل في الأفكار، وما ننساوش توظف السندات اللي مدهمكم يجب عليك توظيفها. هنا لحقنا إلى نهاية الفيديو، بالتوفيق للجميع. واللي ما عندوش ولا اللي يحب يتحصل على هذا النموذج من الامتحان، ما عليه غير يجي الصفحة تاعي للفيسبوك لتحميل نفس الاسم القناة، يكتب الأستاذة بالزين، يخلي إسباس، يدير بالزين، تخرج له. هذا فيما يخص الفيسبوك، ولا الحساب تاعي على الانستغرام والتيك توك، يكتب بروف بالزين، تخرج له. إذن دمتم في رعاية الله وحفظه.